خلاص بوزر، وده واحد بيطلع من قميصه. افتحي حاجة ويطلع من قميصه اسمه بكتيريو فيش. احنا شرحنا مع بعض الجلدويد خلاص، النهارده هنشرح مع بعض الترانسبوزر. نيجي على الدور. الترانسبوزر عبارة عن حتة دي ان ايه صغيرة، ده تعريفه. دي ان ايه أزعة، يبقى تعريف الترانسبوزون دي ان ايه أزعة. حتة دي ان ايه حقيرة، شايفينها في الصورة؟ الترانسبوزر يا جماعة ممكن يجيلك سؤال في امتحان بعنوان اسمه جامبنج جين، جينات القفز. يعني بدل ما يقول لك الترانسبوزر نتكلم عنه، يقول لك لا اتكلمي على الجينات اللي بتنط. جينات النط أو جينات القفز. الأخ اللي اسمه الترانسبوزون ده هرسمه لك باللون الأحمر عشان يبقى واضح. ليه سموا الترانسبوزون جامبنج جين؟ سموه الاسم ده ليه؟ ليه سموه جينات النط؟ قال لك بس هو بينط. بينط فين؟ بينط في أي حاجة. ممكن ينط وسط البلازميد وينام جواه، ممكن ينط في الكروموزوم وينام جواه، او ممكن ينط في الفيروس وينام جواه. يعني عندنا مع بعض حته الدين الاسعه ديت عماله بتنط يا ابني، عماله بتنط يا اما جوه البلازميد يا جوه الكروموزوم بتاع البكتيريا، بتنط وتنام جوه، يا اما تنط جوه الفيروس. وهل طبعا هي بتنط ليه؟ بيقول لك حته الدين ديت عندها مشكله، وبتحل المشكله بتاعتها عن طريق انها تنط، ولو ما نطتش هيحصل مشكله بين الناس. ايه بقى المشكله اللي عند حته الدين ديت الاسعه دي؟ انها بتعرفش، ما بتعرفش تتكاثر. يبقى اول حاجه حته الدين الاسعه ديت ما بتعرفش تتكاثر، ودي نقطه مهمه بتيجي في امتحان. الكلام ده مش مكتوب عندك بس لازم تفهمه. حته الدين الاسعه ديت ما بتعرفش تتكاثر، ما بتعرفش تعمل ريبليكيشن. الكلمة دي ناقصة عندك سواء مذاكرة أو كتاب تزودها عندك. يبقى احنا عندنا مع بعض حتة الدين الأوزعة ديت ما بتعرفش يا ابني، ما بتعرفش تتكاثر. طب البلازمين بيعرف يتكاثر؟ عنده قدرة إنه يتكاثر مع نفسه اسمها أوتونوماس ريبليكيشن. أخونا ده بقى ما بيعرفش، وعشان ما بيعرفش عايز حد يساعده. هو يا بيه لما نط في الكروموزوم ده ذكي، لما نط في البلازميد ذكي، لما نط في الفيروس ذكي، عارف ليه؟ عشان عارف ان الحاجات دي بتعرف، بتعرف تتكاثر، وهي بتتكاثر هتكتروا معاها. فهمت يا جماعه؟ يبقى احنا عندنا مع بعض مشكلته انه ما بيعرفش يتكاثر، وعشان كده بينط في حد بيعرف يتكاثر. بينط يا اما جوه كروموزوم، يا اما جوه بلازميد، يا اما جوه الفيروس. كل دول ما شاء الله بيعرفوا يتكاثروا. انت عارف لو ما نطش تبقى مصيبه. ليه مصيبه بس؟ لان البكتيريا يا جماعه لو بقت مليون بكتيريا بعد يوم، يا ترى لو هو بينطش وعندنا بكتيريا بقت مليون، ايه اللي حصل؟ اللي حصل له ان بقى موجود في بكتيريا واحده من مليون والباقي ما عرفش يروح لهم، لانه ما بيعرفش يتكاثر. فهو لازم ينط في حد بيعرف يتكاثر عشان يكتروا معاه، عشان كده سموه جامبنج جين. يبقى الترانسبوزون مشكلته انه ما بيعرفش يتكاثر، فبينط في حد بيعرف، سواء كروموزوم او في بلازميد او في فيروس. بس في نقطه قبل مهمه يا جماعه، مهمه قبل ما نبدا. انت في امتحان هتقول له انه بينط ويدخل جواهم، يعني الكلمة عيب. في حاجة اسمها بتقول لي ينط ويدخل جواهم عشان هما بيعرفوا فيتكتروا معاه. كلمة انه بينط ويحشر نفسه جوا الكروموزوم او الفيروس او البلازميد اسمها ترانسبوزيشن. يعني انا عايزك تبقى محترم شوية في الكلام. عايزك تبقى انسان محترم، تقول لي هو بيدخل جوا الحاجات دي، فبيعمل كلمة اسمها ترانسبوزيشن. يعني بيسألك يعني يقول لي يعني ينط جواهم. يبقى ترانسبوزيشن حتة الدين الأوزع ديت بيدخل جوه الكروموزوم او البلازميد او الفيروس، كلمه اسمها ترانسبوزيشن. طيب لو ان الاخ اللي اسمه ترانسبوزون ده يا جماعه موجود منه ثلاث انواع، يا ريت نرسم بقى مع بعض، لان الجزء ده سخيف شويه. الجزء يا جماعه اللي اسمه ترانسبوزون ده موجود منه ثلاث انواع. يعني احنا لقينا ان ترانسبوزون ثلاث اشكال. اول شكل يا جماعه اسمه انسيرشن سيكونس. أول نوع من الترانسبوزون اللي في البكتيريا اسمه انسيرشن سيكونس، اختصاره اي اس. يبقى اي اس اختصار كلمة اسمها انسيرشن سيكونس. قال لك الانسيرشن سيكونس ده عبارة عن نوع من الترانسبوزون. ده نوع من الترانسبوزون عامل ازاي بقى؟ بص معايا. عبارة عن حتة دي ان قصيرة، حتة دي ان وزعة. عبارة عن حتة دي ان وزعة. اهي حته دي ان وزعه. هو دايما بنسال نفسنا سؤال، هو الترانسبوزون ده بينط في مين؟ في كروموزوم او ايه؟ بلازميد. بينط ويعمل كلمه اسمها ترانسبوزيشن. وهنا السؤال، هو بينط ازاي؟
يعني من الاخر بيعرف يدخل نفسه وسط الكروموزوم ده ازاي؟ ازاي بيحشر نفسه وسط الكروموزوم او البلازمين؟ قال لك في انزيم اسمه ترانسبوزيز. علم يعلم بها ربنا. في انزيم اسمه ترانسبوزيز. الانزيم اسمه ترانسبوزيز ده بيبقى موجود جوه الخليه البكتيريا، هو المسؤول ان يدخل الترانسبوزوم جوه الكروموزوم. يبقى ممكن يسال في امتحان مين الانزيم اللي بيدخل الترانسبوزوم جوه الكروموزوم او البلازميد او الفيروس؟ انزيم بيدخله جوه ويحشره في الكروموزوم اسمه ترانسبوزيز. ده الانزيم بتاع النطه يعني، اللي يخليه ينط ويحشر نفسه جوه الكروموزوم او البلازميد. ركزوا بقى معايا هنا يا جماعه. احنا بنقول مع بعض اول نوع من الترانسبوزيز نوع اسمه انسيرشن ايه؟ انسيرشن سيكونس. اول نوع اسمه انسيرشن سيكونس. عباره عن حته دي قصيره شايفينها؟ حته دي قصيره دي يا جماعه اهي، يعني مثلا ده نوع من الترانسبوزيز اسمه انسيرشن ايه؟ سيكونس. تعال نكبره، عباره عن حته دي ان ايه ودي دبل ستراند. تخيلوا يا جماعه اول نوع من الترانسبوزيز اللي هو اسمه انسيرشن سيكونس، اللي هو عباره عن حته دي ان دبل ستراند، لقينا في النص هنا جين. لقينا ان حته الدي ان القصيره ديت عندها جين. حته الدي ان القصيره ديت عندها ايه؟ عندها جين. وهل الجين بيطلع ايه يعني؟ قال لك الجين ده بيطلع الانزيم بتاع النطه. الانزيم المسؤول عن الترانسبوزيشن. اللي هو مين؟ ترانسبوزيز. دكتور عمرو انا مش فاهم حاجه. يعني معنى ساعات ان هي جوه البكتيريا حته الدي ان قصيره. حته الدي ان قصيره. تحتوي على جين واحد مفيش غيره، الجين اللي خلاها تنط جوه. اه عشان كده سموها انسيرشن سيكونس، عباره عن دي ان سيكونس هدفه في الحقيقه من انسيرشن وبس. يعني ده عباره عن حته دي ان وزع في بكتيريا، احد انواع الترانسبوزر اسمه انسيرشن سيكونس، عباره عن حته دي ان قصيره كل اللي عندها جين يخلاها تنط وبس. وصل؟ سؤال يا جماعه، يعني ما يجي يسالك انسيرشن سيكونس ديت او ترانسبوزر بينط جوه الكروموزوم بانزيم، الانزيم ده مين طلعه؟ قول له هو اللي طلعه. الانزيم ده اللي موجود في البكتيريا هو اللي طلعه، عنده جين بيعمله. هو كده ملوش لازمه. لازمته ان هو ينط من مكان لمكان، كل هدفه في الحياه يعمل انسيرشن وبس، ونلاقي اسمه انسيرشن سيكونس، ملوش اي هدف تاني. ولعلمك ده موجود جواه تبقى مصيبه. لانه كان ينط مثلا في جين بتاع جروس هرمون يبوظه لنا، كل شويه يقعد ينط يبوظ لنا حاجاتنا. المهم يا جماعه هنا السؤال، هو يحتوي على جين بس اللي هو بتاع الترانسبوزيشن، هدف في الحقيقه يعمل انسيرشن وبس. طب شايفين التو اند دوت يا جماعه؟ احنا لقينا يا جماعه الانسيرشن سيكونس جوه البكتيريا تختلف في التو اند. يعني ايه تختلف في التو اند؟ اوريك مثلا المنظر ده. هنا جي 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 سي سي سي. مثلا هنا جي جي جي، هنا سي سي سي. هنا جي جي جي، هنا جي جي جي، هنا سي سي. ده المنظر. حد يقدر يقول لي ايه الفرق بين الانسيرشن سيكونس اللي فوق اللي تحت؟ الفرق في ايه؟ في الاند. الاند هنا غير الاند هنا، بس هما الاثنين عندهم نفس الجين، الجين بتاع النطه. الجين طلع الانزيم خليهم ينطوا وبس. طب حد ملاحظ الاند هنا ممكن يوصفها لي بايه؟ الاند هنا يا جماعه ريبت، ريبت يعني متكرره. يعني الاند ديت هي نفس الاند ديت. الاند اللي على يمين الجين هي نفس الاند اللي على شمال الجين، اسمها ريبت متكرره. الاند هنا انفيرتد. انفيرتد معكوسه. يبقى سؤالي مع الانسيرشن سيكونس في البكتيريا ايه نقطه التشابه فيها؟ الجين بتاع النطه. ده سؤال بيجي في ام سي كيو. يعني يقول لك عندنا انسيرشن سيكونس في بكتيريا وانذر انسيرشن سيكونس في انذر بكتيريا، اكيد بيتشابهوا في نقطه. اي نقطه؟ الجين في النص. الجين مسؤول عن الترانسبوزيشن. بيختلفوا في ايه يا جماعه؟ بيختلفوا في الاند. الاند هنا شكلها ريبت وممكن تبقى شكلها ايه؟ انفيرتد. فممكن نسمي مثلا ده انسيرشن سيكونس رقم واحد، ده انسيرشن سيكونس رقم ثلاثة، وكل ما نلاقي اند مختلفة نديها رقم. فاهمين يا جماعة؟ يعني إيه الفرق بين انسيرشن سيكونس رقم واحد وثلاثة؟ شكل الاند مختلف، هناك متكررة وهنا انفيرتد. أنا ممكن ألاقي مثلا تي 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 هنا وهنا إيه إيه ومكررين هنا، يبقى رقم أربعة. ألاقي هنا مثلا سي 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 وهنا مثلا جي جي ومكررة هنا، يبقى رقم خمسة. فاهمين يا جماعة؟ كل ما بلاقي اند مختلفة بديها رقم. بس الاند يا اما انفيرتد يا اما ايه؟ ريبت متكررة. يعني الاثنين ممكن يكونوا نفس البكتيريا؟ لا لا، بكتيريا بيبقى عندها نوع واحد. بيبقى عندها انسيرشن سيكونس ليه اند معينة عندها. ممكن الاقي في انذر بكتيريا انسيرشن سيكونس تاني بانذر اند فدي رقم تاني.
انت فهمتوها يا جماعه؟ يعني يا جماعه كل بكتيريا عندها انسرشن سيكونس الاند لا تتشابه، لكن يتشابهوا في ايه؟ في الجين في النص. هو ليه سموا النوع ده من ترانسبوزون انسرشن سيكونس؟ كل هدفه هيعمل انسرشن، كل هدفه ينط من حته لحته. طب هو بينط بانزيم، مين اللي ادهوله؟ هو ده نفسه، هو عنده جين دي الانزيم ينط بيه. ايه؟ ملوش اي فايده، ملوش اي فايده لغايه دلوقتي. ماشي، يعني هو مش موجود لو موجود في الانسان ده اصيبه. لا مش موجود في الانسان. مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه. النوع الثاني من الترانسبوزون اسمه كومبوزايت ترانسبوزون، كومبوزايت. النوع الثاني مع من الترانسبوزون اسمه كومبوزايت ترانسبوزون. وده نوع شويه من ترانسبوزون طويل شويه. ده النوع الثاني من الترانسبوزون اسمه كومبوزايت ترانسبوزون. كلمة كومبوزايت يعني مركب. نوع مفهومة كلمة كومبوزيشن تركيب. عندنا نوع من الترانسبوزن اسمه كومبوزايت ترانسبوزن، اللي ده عباره عن ايه؟ انا هرسمه لك اياه اهو، بص واخد بالك ان هو اطول من ده شويه؟ ايوه ماشي. مكون من ايه يعني؟ شايف يا جماعه التو اند دولت؟ التو اند دولت؟ التو اند دولت اهي مع التو اند اللي انا مضللهم احمر دول، مالهم؟ التو اند دولت يا جماعه كل واحده فيهم عباره عن انسرشن سيكونس. التو اند عباره عن انسرشن سيكونس. التو اند عباره عن انسرشن سيكونس. طيب طب واللي في النص عباره عن ايه؟ اللي في النص ده جين مهم للبكتيريا، جين مهم للبكتيريا. وقال لي جين مهم ازاي يعني؟ يعني ممكن يكون مثلا ده جين اوف بنسلينيز، جين بيطلع انزيم اسمه بنسلينيز بيخلي البكتيريا ريزيستنس لمين؟ بنسلين. أو مثلا ممكن يكون ده جين بيطلع بايوكيميكال انزيم معين، بيطلع توكسين معين. طبعا ممكن أسأل سؤال، طب ممكن يا جماعة الكومبوزايت ترانسبوزون ده قصته كالآتي، إن جوه البكتيريا ربنا اداها جين خطير، فجه يمين وشمال تو انسرشن سيكونس وشبكوا معاه عشان يخلوا الجين ده يقدر ينط من مكان لمكان. أنتوا فاهمينها؟ يعني ممكن تبقى إجابة السؤال الدكتور، يعني يا جماعة جين أهو مهم للبكتيريا يمينه وشماله متحد معاه ايه؟ انسرشن سيكونس. الانسرشن سيكونس بيطلع الانزيم بتاع النطه، فيخلي الجزء ده كله ينط جوه حاجه في البكتيريا. تاني مع كومبوزايت ترانسبوزر يمينه وشماله عباره عن ايه؟ انسرشن سيكونس. في النص في جين مهم للبكتيريا بيطلع بنسلينيز، بيطلع توكسين، مش قضيتنا بيطلع ايه. طيب سؤال صغير، لو افترضنا ان احنا لقينا في بكتيريا كومبوزايت ترانسبوزر من النوع ده وجينا على نظر بكتيريا مثلا هنا جين بيطلع بنسلينيز وهنا مثلا جين بيطلع انزيم مثلا يكسر التترا سايكل ده نقطه حيوي معنا مشهور، ده جين طلع بنسلينيز وده بيطلع انزيم يكسر نقطه حيوي مشهور اسمه التترا سايكل. هنا في انسرشن سيكونس وهنا انسرشن ايه سيكونس. اول حاجه مع كومبوزيت ترانسبوزون مكون من ايه؟ من ثلاث اجزاء. حد يقولهم؟ جين مهم يمينه وشماله انسرشن ايه؟ سيكونس. جه مره سؤال الناس وللاسف ما حدش جاوبه صح، قال لك الكومبوزايت ترانسبوزون عنده كام جين اوف ترانسبوزيشن؟ اثنين، هنا واحد يمين واحد ايه؟ شمال. ده جه سؤال مره. تاني مع الكومبوزايت ترانسبوزون ده سال الناس عنده كام جين اوف ترانسبوزيشن؟ يعني عنده كام منطقه طلع انزيم بتاع ترانسبوزيشن بتاع النقطه دي؟ منطقة يمين ومنطقة ايه؟ شمال. سؤال يا جماعة، ده عبارة عن كومبوزات ترانسبوز وطلع بنسلينيز، وده طلع انزيم يكسر مين؟ التترا سايكل. ايه التشابه فيهم؟ التشابه انهم مكونين من نفس الأجزاء. الاختلاف في الجين في النص صح؟ فممكن أسمي ده مثلا تي ان يعني ترانسبوزر، تي ان يعني ترانسبوزر. ده ترانسبوزر رقم مثلا خمسة وده ترانسبوزر رقم تاني. هو أنا حافظها تي مع تي، ان مع تترا سايكل. فاهمينها؟ التي مع التي 10 تترا سايكل. الدكتور هي معاه سؤال الدكتور، او الانسرشن سيكونس اليمين والشمال نفس النوع؟ يعني لهم نفس الشكل. يعني مثلا يا جماعه ممكن الاقي في واحد كومبوزيت ترانسبوزن، الكلام ده صعب، الاقي الانسرشن سيكونس رقم واحد هنا وهنا. وفي واحد ثاني الاقي الانسرشن سيكونس رقم خمسه هنا وهنا. فاهمين يا جماعه؟ مش الانسرشن سيكونس انواع؟ فالله اعلم مين النوع اللي هيجي يمين وشمال، انا ما اعرفش هو مين. هو على طرفين زي بعض، على طرفين زي بعض. نعيد تاني يا جماعه، كومبوزايت ترانسبوزر مكون من ثلاث اجزاء. جين مهم يمين وشمال وانسرشن ايه؟ سيكونس.
واحنا عارفين ان الفاشل سيكونس انواع كتير بيختلف على حسب ايه؟ جين في النص؟ على حسب الان اللي هي مكرره يا اما ايه؟ انفيرت. الكومبوزايت ترانسبوزر يا جماعه ده ترانسبوزر رقم 5 مثلا وده ترانسبوزر رقم 2 دي مع التترا سايكلين. الاختلاف بينهم الجين المهم هنا، هنا بيطلع انزيم يكسر البنسلين، هنا طلع انزيم يكسر التترا سايكلين. بس يا جماعه ترانسبوزر رقم 5 لو بيطلع انزيم يكسر مضاد حيوي اسمه الكانامايسين. مش انزيم مش الكانامايسين. لا كان مايس يا معلم رقم 5 لا هو عنده انزيم بيكسر مضاد حيوي اسمه كانامايسين. طيب انا يا جماعه عايزين نفهم القصه مش مهم دلوقتي نخلص. بالمناسبه يا جماعه ده السؤال السنه اللي فاتت ده تاني سؤال في الامتحان كان سهل. قال له قارن بين انواع الترانسبوزر وحتى اللي كان بيذاكر من الكتاب ما كانش عنده مقارنه فالمقارنه اهي. طب نيجي للنقطه اللي وراها حاجه اسمها نون كومبوزايت ترانسبوزر. نون كومبوزايت يعني ترانسبوزن بس مش مركب من اجزاء كتير. ترانسبوزن مش مركب من اجزاء كتير ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن حته دي ان ايه؟ عباره عن تو جين. عباره عن حته دي ان ايه؟ تو جين. جين مهم للبكتيريا. حد فاهم كلمه مهم؟ يعني جين مثلا مسؤول ان يخلي البكتيريا ريزيستنس لمضاد حيوي معين. جين يطلع سم معين للبكتيريا مهم. طيب وهيقول لي طب الجين ده عباره عن ايه؟ الحته ديت ده الجين بتاع الترانسبوزيشن. الجين اللي طلع انزيم اسمه ايه؟ ترانسبوزيز. تاني يبقى النون كومبوزايت ترانسبوزيشن يا جماعه عباره عن جزئين. عباره عن جزئين. النون كومبوزايت ترانسبوزيشن عباره عن جزئين. جين مهم للبكتيريا وهنا جين اوف ترانس ايه؟ ترانسبوزيشن. اول سؤال لحضراتكم هو ده النون كومبوزايت ترانسبوزر جين مهم للبكتيريا والجين اوف ترانسبوزيشن هو ده. اول سؤال هل النون كومبوزايت ترانسبوزر فيه انسرشن سيكونس؟ ما فيهوش. ما فيهوش اللي احنا قلناه انسرشن سيكونس. النون كومبوزايت ترانسبوزر ما فيهوش انسرشن سيكونس. دي اول نقطه. لا السؤال الثاني بقى امال بينط ازاي؟ بينط ان ربنا اداله الجين بتاع النطه بس من غير انت قبليه وبعديه. يبقى هو يا جماعه اسمه نون كومبوزايت ترانسبوزر اجزاء قليله مركب من اجزاء قليله مش مركب قوي زي الثاني. عباره عن جزئين هنا الجين بتاع الترانسبوزيشن. طب يا ترى ده يختلف عن ده في ايه افتكر؟ ده يختلف عن ده في ايه؟ المهم هي الجين ده بتاع ايه؟ فمثلا ممكن الاقي الجين ده بيطلع انزيم يكسر مضاد حيوي اسمه ستريبتومايسين. ستريبتومايسين فيسموه ترانسبوزون رقم 7 اس مع الاس. اسمع الاسم امال بتبني مع مين؟ مع مضاد حيوي اسمه ايه؟ تترا سايكلين. ممكن الاقي عنده انزيم بيكسر مضاد حيوي زي الامبيسيلين ترانسبوزون رقم 3. ترانسبوزون رقم 3 اللي مش فاهم معنى دي مجرد ارقام بنحفظها بس يبقى فاهمين ايه الفرق بين ترانسبوزون رقم 3 و7. رقم 3 و7 ديت عباره عن ترانسبوزون مكونه من 2 جين ومفيش فيها انسرشن سيكونس. الجزء ده متشابه الجزء ده متشابه بيختلف في الجين ده. لو الجين ده بتاع انزيم يكسر امبيسيلين هنسميه ترانسبوزر رقم 3. جين عنده انزيم يكسر ستريبتومايسين ترانسبوزر رقم كام؟ رقم 7. هو اصلا الانسرشن سيكونس ده اصلا مش جين ترانسبوزر. بس مش انسرشن سيكونس. المفروض الانسرشن سيكونس عندي الجين بتاع الترانسبوزر وقبليه وبعديه انت. قبليه وبعديه ايه؟ انت. ده مش موجود هنا. ايوه يا جماعه. يعني ايه فيرولانس؟ يعني يا جماعه كلمه فيرولانس يعني شراسه. اللي بيخلي البكتيريا شرسه يبقى عندها جين بتاع توكسين معين. اللي بيخلي البكتيريا فيروس شرسه يبقى عندها جين طلع توكسين معين. هل يا جماعه ليه سؤال هنا؟ بيشرح كل النقط. طيب كويس. ايوه بس سؤال ثاني يا جماعه. نعيد تاني من الاول. احنا عندنا التراكم كام نوع؟ اول نوع اسمه انسرشن سيكونس. ده نوع واسع قوي. عباره عن حته دي ان هي بنلاقي الانسرشن سيكونس في بكتيريا والانسرشن سيكونس في اذر بكتيريا. لو بصينا على الانسرشن سيكونس في كل بكتيريا كلهم عندهم جين في النص مسؤول عن النفطه اللي هي ترانس بوزيشن اللي هو يطلع الانزيم اللي يخليه يدخل جوه الدي ان ايه. لكن لو بصينا على الجين ده نلاقي يمين وشماله في اند. الاند ديت طبيعتها يا اما متكرره ريبت متكرره يا اما ايه؟ انفيرتد. انا كل ما اشوف اند غريبه بديها رقم. يعني مثلا هنا جي 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 سي 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 ده رقم واحد. هنا مثلا جي 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 وهنا بقى كوسه هنا ده رقم كام؟ 3. انا ممكن الاقي المنظر ده بص جين اهو
وهي مثلا دي 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 اي 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 دي 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 اي 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 انسرشن سيكونس رقم 7 على حسب تاريخ الاكتشاف. هو 7 و3 و5 اختلف فين؟ اختلف فين؟ في الاند. اختلف فين؟ في الاند. دي واصل يا جماعه؟ كمثال الانسرشن سيكونس عندك رقم 1 و3 و10. الاند عباره عن عندهم شنو تعرف؟ شنو تعرف ان الاختلاف موجود فين؟ في الاند. مين مش فاهم يا جماعه؟ طب دي خلاص منك. نيجي على الكروموزايت ترانسبوزر. هو مركب من اجزاء كتير. هو عنده كام انسرشن سيكونس؟ 2. وفي النص في جين مهم. انا ممكن يا جماعه الاقي كروموزايت ترانسبوزر من المنظر ده ومن المنظر ده. هنا جين بيطلع انزيم بيكسر الكانالايسين، وهنا انزيم بيكسر التترا سايكل. انا هسمي ده 5 وده 10. 10 التي مع التترا سايكل. مش عشان نفتكرها بس. النون كومبوزايت ما فيهوش انسرشن سيكونس، اللي هو عباره عن حته صغيره من دي ان اي 2 جي. حته بتاعت النطه وجين مهم للبكتيريا، وهو ده ممكن يختلف. الفرق بين دي بتاعت كومبوزيشن عن الجين. هنا ما فيش ان يا جماعه، ما فيش يمين وشمال انت عشان نسميها انسرشن سيكونس. الجين ده ما فيش يمينه وشماله انت عشان نسميه انسرشن سيكونس. هنا سميناه انسرشن سيكونس. هنا سميته انسرشن سيكونس عباره عن جين يمينه وشماله انت، عباره عن حته دي ان اي هدفها في الحياه تعمل انسرشن وبس. ده انت عايز ارسمه لك بالظبط؟ لا هو بيقول ليه دي سمانا ده؟ لان يا جماعه لو انا رسمته لك بالظبط هيطلع كده. بص لو رسمناه بالظبط هيطلع بالمنظر ده. بص معايا هيطلع هنا يا جماعه الجين بتاع الترانسبوزيشن. هنا جي جي جي، هنا سي سي، وهنا جي 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 سي سي سي. فهمتوا بقى؟ طيب بالمناسبه يا جماعه ساعات بيعتبروا حتى البكتيريوفاج بينط جوه البكتيريا، مش هو كمان بينط ويدخل جوه الحاجه. ممكن اعتبر البكتيريوفاج هو كمان ترانسبوزور، مش بينط. وتعريف الترانسبوزور حته الدين بتنط، يعني حتى البكتيريوفاج ممكن اعتبره مجازا ترانسبوزر. ممكن اعتبره ترانسبوزر ان هو كمان بينط. فاكر البكتيريوفاج لما دخل جوه الحاجه ونمي؟ لما قال لها انا مش جاي اتخلف انا جاي انمي. ولا حد فاكر حاجه. نقلب الصفحه يا جماعه. نقلب الصفحه. عندك يا جماعه يا جماعه خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه بصوا معايا. عندك يلا المقارنه بين بلازميد وترانسبوز اللي انتوا عليهم جنبي. عندكم يا جماعه جدول مقارنه بين بلازميد والترانس بوز اللي انتوا عليهم مهم. ماشي؟ بصوا معايا يا جماعه اللي بيتكلم ورا. اول نقطه يا جماعه جدول مقارنه بين بلازميد والترانس بوز. ايه الفرق بين بلازميد وترانس بوز؟ اول كلمه بلازميد مشهور انه بيتكسر مع نفسه. كلمه اسمها ايه؟ اوتونوس ريبليكيشن. الترانس بوز ممكن يتكسر هو كمان. بس بقى بيعمل ايه؟ بعد ما ينط. وانا دلوقتي متابع لما ينط، لا دول افتر انتجريشن، خليك محترم. يعني افتر النط بعد ما ينط ويعمل انتجريشن. يبقى البلازميد مشهور بكلمه اسمها اوتونوس ريبليكيشن، ترانسبوزوم برضه ممكن يتقاص بس بعد ما يدخل في حد. النقطة اللي وراها. النقطة اللي وراها. لو انا سألتك سؤال، احنا خدنا مع بعض البلازميد وخدنا الترانسبوزوم. مين تحس يا جماعة ان فيه هيمولوجي؟ مين فيهم متماثل مع الدي ان ايه بتاع الكروموزوم بتاع البكتيريا؟ البلازمين يا جماعه هومولوجي للكروموزوم بتاع البكتيريا، يعني البلازمين شبه الكروموزوم بتاع البكتيريا. الترانسبوزوم ده دي ان غريب قوي. مفيش حد شبهه في الدنيا، الدي ان بينط. حاجه كده غريبه نط هومولوجي مش شبه حد خالص. الكلاسيفيكيشن بتاع البلازمين انتوا عارفينها. كلمه اسمها نشتبك. ربنا يديكم الوقت واكتبوها. الكلاسيفيكيشن بتاع الترانسبوزوم ثلاث انواع، انسيرشن سيكونس، كومبوزايت ترانسبوزون، نون كومبوزايت ترانسبوزون. الفانكشن بتاع البلازميد في كلمه فركبه، فركبه. واحد يقول له امال الفانكشن بتاع الترانسبوزون ايه؟ اكتبوها معايا ركبه نفسها. اكتبوها معايا اكتبوها اس بفور، توصل اس بفور يعني ايه؟ ركبه ركبه. اول حاجه الار الترانسبوزون ممكن يخلي البكتيريا ريزيستنس للانتي بايوتيك. يعني كلمه ركبه، احنا قلنا فركبه هنا ركبه بقى نفسها. ريزيستنس تو انتي بايوتيك. دي خدناها. تاني حاجة كود فور توكسين، كود فور توكسين يعني يطلع ايه؟ يطلع توكسين، وده يخلي البكتيريا
فيرلنت. يعني ايه فيرلنت؟ حد يعرف؟ فيرلنت يعني شرسه. يبقى اول حاجه الار ريزيستنس تو انتي بايوتيك. الار ريزيستنس للانتي بايوتيك. انا جايب لك يا جماعه وظايف ترانسبوز. الار ريزيستنس للانتي بايوتيك جاف كود فور توكسين ده يخلي بكتيريا فيرلنت. البي ان ممكن يخلي بكتيريا تطلع بايوكيميكال انزايم. بايوكيميكال انزايم ممكن يخلي البكتيريا تطلع بايوكيميكال انزايم. يبقى يا جماعه وظايف الترانسبوزون كلمه راكبه نفسها الار ريزيستنس كود فور توكسين ويطلع بايوكيميكال انزايم. طيب انا عندك اخر حاجه عندك اسمها الافكت اوف ترانسبوزيشن. طبعا الافكت بتاع الترانسبوزيشن ده زياده محاضره. دي زياده محاضره غير موجوده في الكتاب. الافكت بتاع الترانسبوزيشن دي زياده محاضره. معلش يا جماعه معلش. الناس اللي زعلانه من هنا محدش يزعل. معلش الافكت بتاع الترانسبوزيشن دي زياده محاضره عليكم. انت يا جماعه الترانسبوزيشن ده تاثيره ايه في الدنيا؟ نفتكر عمليه ان جين بينط في جين. بيعمل ايه؟ ده مسخره يا ابني. اولا جين بينط جوه جين، حته دي بتنط في جين، ده ممكن يبوظ الدي ان ايه بتاعنا. يعني تخيل لو ربنا خلق لنا دي ان بينط. ده ممكن ينط في جين بتاع الجرثومه بتاعك يطلعك فزعه. ينط في جين انسولين يطلعك عندك دايابيتس. فبالرحمه ربنا احنا ما عندناش الهبل ده. يبقى النقطة الأولى يا جماعة الترانسبوشن ديت ممكن تؤدي في بكتيريا اللي عندها جينات تبوظ. لما يكون عندها حتة دي بتنط في أي مكان فممكن بعض جينات البكتيريا تبوظ. النقطة الثانية بقى معروفة يا جماعة إن أي جين في الدنيا قبليه حتة دي إن اسمها ريجليتور. المفروض تكون زي ما أنت درسته. أي جين في الدنيا في حتة قبليه اسمها ريجليتور دي إن إيه. ده اللي بيخلي الجين ده يشتغل كتير أو قليل. يعني حتى في الإنسان احنا عايزين الانسولين عندنا اللي بيخليه يشتغل يطلع انسولين كتير او قليل حته قبليه اسمها ريجوليتور دي ان ايه. وده لو حد نط فيها مصيبه. دي لو حد نط فيها مصيبه. عارف ليه؟ لان لو حصل خلل في الريجوليتور ده الجين ممكن يطلع اكتر واقل. الحته اللي قبل الدي جين اسمها ريجوليتور دي ان ايه، حته ريجوليتور ديت لو حصل فيها ان اي حد نط وبوظها نلاقي الجين ده يفرز اكتر او اقل، ما عادش مظبوط زي الاول. وسط يعني يا جماعه احنا مثلا عندنا نقص زياده نقص في السكر، زياده في السكر الريجوليتور ده بيشتغل ويخلي الانسولين يطلع انسولين. طب عندنا هايبوجلايسيميا تلاقي الريجوليتور بتاع الانسولين ما يشتغلش مرتبط بجسمنا. الريجوليتور ده لو حصل فيه خلل تلاقي الجيم شغال مع نفسه ملوش علاقه خالص باي حاجه في الجسم. اخر حاجه يا جماعه وده عايز واحد مخه صاحي شويه يفهمها. انا عندي يا جماعه بكتيريا خطيره اهي. بكتيريا خطيره بتطلع توكسين رهيب. ادي الكروموزوم بتاع البكتيريا او البلازميد وقال لي يا جماعه الجين بتاع التوكسين الخطير ده. دي عباره عن بكتيريا خطيره بتطلع سم خطير. هذه بكتيريا بتطلع سم خطير وبس. تعمل ايه يا جماعه عشان تستخدمها كتطعيم؟ عايزين هذه البكتيريا نطعم الناس بالطعم. هو البكتيريا دي يا جماعه لو خدتها طعمتك بيها هتطلع سم وتموتك. برافو. اجيب الترانسبوزون واخليه ينط هنا. نط هنا يا اخويا نط. يا ترانسبوزون هنوجهه انه ينط هنا. يا حبيبي احنا عايزينك تنط هنا. لا مش في اي حته، نط هنا يا حبيبي. نط هنا وسط الجين عشان الجين ده يبوظ وما عادش يطلع ايه؟ توكسن. وبعد ما هذه البكتيريا الجين بتاعها يبوظ وما عادش يطلع توكسن اديها لك كتطعيم. جسمك يكون ضدها ايه؟ انتي بودي. تحميك في المستقبل من البكتيريا الحقيقيه. لا ممكن انا لسه هاخد الكلام ده. تفهمني يا جماعه؟ يعني انا ممكن بالترانسبوزن ابوظ جين بيطلع سم لازم البكتيريا تستخدم كايه؟ كتطعيم. دي زياده محاضره يا جماعه. نقلب الصفحه بقى. هو يا جماعه احنا هنوقف لغايه هنا. هناخد صفحتين معاكم صح؟ في ورقتين معاكم؟ خدناهم طالعين. اللي معاه ورقتين يا جماعه يفتحوا معايا ما يحطهمش. يجيبهم من بره وهو ماشي. لحظه بس يا جماعه. هو يا جماعه بالنسبه للجنرال لحظة يا جماعة عشان خاطر. بالنسبة للجنرال بكتيريا احنا ظبطناه مع بعض. يعني ايه ظبطناه؟ يعني الجنرال حتى اللي فتح الكتاب هيلاقي نصه الأخير كوبه وبصر من الكتاب، واللي فاكر ناقص ثلاث سوز زودناه مع بعض. يعني الجنرال كان انتهى خلاص. نيجي للجينيتكس يا جماعة. الجينيتكس انت عندك في الجزء اللي فات في موضوع اتغير تماما اسمه دي ان ريبليكيشن.
طريقه عرضه اتغيرت. الدين البلكيشن عندك ورقه موجوده فيه، هتحطها مكان الورقه اللي عندك المذكره. وموضوع الجروب زودوا عليه ثلاث سطور على الجروب. معلش انا مش عايز حاجه ورانا من غير ما نظبطها، بحيث نبقى ماشيين كل حاجه مظبطه، فاهمني؟ فمعلش يا جماعه اشرح الدي ان ايه ريبليكيشن من جديد. الدي ان ايه ريبليكيشن في بكتيريا من جديد. الناس اللي زعلانه مني معلش. الدي ان ايه ريبليكيشن في بكتيريا من جديد، خمس دقايق والتاني ثلاث دقايق وخلاص. ممكن يا جماعه بقى الكلام بقى خلاص؟ ادي يا جماعه البكتيريا اهي، دي عباره عن بكتيريا. دي عباره عن بكتيريا. لما البكتيريا يا جماعه تنقسم بيروح ستراند في كل بكتيريا. البكتيريا عندها كروموزوم واحد دبل ستراند. ده الكروموزوم بتاع البكتيريا دبل ستراند، فلما البكتيريا تنقسم كل ستراند بيروح في بكتيريا. الستراند الجديد بيتكون بقاعده اسمها ايه؟ انا هقول لك. الستراند الجديد لو هنا ايه وهنا تي وهنا سي بيتكون بقاعده اسمها كومبلمنتري، قاعده بتقول لك ان لازم الستراند الجديد يحط قصاد ايه يحط مين؟ التي وقصاد التي ايه وقصاد السي جي. يبقى الاستراند الجديد بيتكون حسب قاعده اسمها كومبلمنتري. الكلام ده قلناه. الاستراند الجديد بيتكون على حسب قاعده اسمها كومبلمنتري. يبقى اول قاعده في الريبليكيشن بتاع البكتيريا ان الاستراند الجديد هيتكون بقاعده اسمها كومبلمنتري. تاني قاعده يا جماعه ان البكتيريا الريبليكيشن فيها يسموه سيمي كونزرفتيف. سيمي كونزرفتيف يعني شبه محافظ. يعني ايه شبه محافظ؟ بتيجي تبص على البكتيريا تلاقي عندها دي ان ايه دبل استراند، استراند جديد واحده خليته من مامتها وحافظت عليه، ده يسموه شبه محافظ. امال لو البكتيريا كانت واخده التو استراند من الام يا محافظ. اللي حصل ان البكتيريا واخده استراند من الام مكونه واحد جديد فيسموها سيمي كونزرفتيف. الكلام ده قلنا صح؟ طب فين بقى الزياده؟ الزياده بقى في الرسمه اللي رسمها دلوقتي واتمنى تسمعوها معايا. وقلنا مع بعض اسماء الانزيم بتاع الريبليكيشن، فين بقى الزياده؟ الزياده معاها في الرسمه دي، ركز معايا. كله ركز معايا عشان خاطر. انا هرسم رسمه كبيره واتمنى كله يرسمها معايا عشان يفهمها كويس. هما قال لك ما ينفعش الريبليكيشن الناس تبقى فاهماه، فاتمنى تحاول اقوله دلوقتي. ده الكروموزوم بتاع البكتيريا. ده الكروموزوم بتاع البكتيريا. بالمناسبه مع كروموزوم البكتيريا شكله سيركلر. ده كروموزوم البكتيريا، كروموزوم البكتيريا اساسا شكله سيركلر. ده عباره عن الكروموزوم بتاع البكتيريا شكله سيركلر. وبالمناسبه مع الستاند ده ماسك مع الستاند ده عن طريق هيدروجين بوند، يعني لو هنا قاعدين هنا صايمين ماسكين باثنين هيدروجين بوند، هنا جوارين هنا مين؟ ماسكين بكام؟ 3 هيدروجين بوند. طيب هنفترض مع بعض ان المنطقه دي هي دي منطقه بدايه الريبليكيشن، دي المنطقه اللي هيبدا يصنع فيها دي ان جديد. المنطقه في الكروموزوم اللي هيبدا يصنع فيها دي ان جديد بيسموها الاوريجن اوف ريبليكيشن، منطقه بدايه الريبليكيشن، منطقه الاوريجن اوف ريبليكيشن. يبقى منطقه بدايه الدي ان ايه سينس اسمها الاوريجن اوف ايه ريبليكيشن. لا هنسميها اوري خلاص. اوري اوري يعني اوريجن اوف ريبليكيشن. بدل ما نقول لك دي منطقه بدايه الريبليكيشن اسمها اوريجن، لا اوري اوري وخلاص. يعني مثلا في بكتيريا اسمها اشريشيا كولاي بنسمي النقطه ديت اوري اوف سي، يعني الاوريجن اوف ريبليكيشن في كولاي. ايه؟ يبقى منطقه بدايه الريبليكيشن اسمها اوري سي في الكولاي. اوري يعني ايه؟ طيب هو يا جماعه مين الانزيم اللي هيجي يشتغل هنا؟ مين الانزيم اللي هيبدا يشتغل هنا؟ لا لا لا، الانزيم اللي هيكسر تو ستراند ويوسعهم عن بعض انزيم اسمه هيليكيز. الانزيم اللي هيبعد تو ستراند عن بعض انزيم اسمه الهيليكيز انزيم. الهيليكيز انزيم هو الانزيم اللي بيكسر الهيدروجين بوند. الانزيم اللي هيكسر الهيدروجين بوند اسمه هيليكيز انزيم. يبقى اول نقطه اتكلمنا عن انزيم اسمه هيليكيز. ده انزيم هيكسر الهيدروجين بوند في منطقه اسمها اوري. يعني ايه اوري؟ اوريجين اوف ريبليكيشن. في الشاشه كلها سميناها اوري سي. يعني ايه سي ديت؟ يعني كولار، يعني الشاشه كولار. يبقى منطقه بدايه الريبليكيشن اسمها الاوري اوريجين اوف ريبليكيشن.
اللي كسر الهيدروجين بوند هنا وخلى التو دي ان اي بعيد عن بعض انزيم اسمه هيليكيز. في نقطه هنا مهمه يا جماعه، هو اللي خلينا بقى اللي انا هشرحه يمين هو اللي بيحصل شمال، فاهمني؟ يعني يمين خط الوهم ده اللي هو بدايه الابلكيشن بيحصل حاجه، هي نفسها اللي بتحصل ايه؟ شمال. انا هشرح يمين وكل اللي بيحصل يمين هو اللي بيحصل ايه؟ شمال. انا عندي في دي ان اي ماشي من 5 لكام؟ والتاني من 3 ل 5. انتوا واخدين بالكم يا جماعه ان الهيدروجين بوند اتكسرت؟ اللي كسرها انزيم اسمه ايه؟ هيليكيز. لكن لسه في هنا هيدروجين بوند صح؟ المنظر ده ليه اسم، ان في 2 دي ان اي ستراند وعلى بعض ويرجعوا تاني هنا ماسكين مع بعض. الهيليكيز انزيم اشتغل هنا ولسه ما اشتغلش هنا. الحته دي اسمها ريبليكيشن فورك، منظر الشوكه. دي اسمها ريبليكيشن فورك. يعني لما تيجي تبص كده تلاقي دي ان اي قريب من بعض كده بعد فورك شوكه. اللي انا هقوله بيحصل يمين النقطه الوهميه ديت، يمين الخط الوهمي دوت هو اللي بيحصل شمال. انا عندي ستراند ماشي من 5 ل 3 والتاني من 3 ل 5. هو يا جماعه الدي ان اي بالبوليمريز ما يعرفش يبدا من الصفر. لازم يا جماعه مين؟ الار ان اي بوليمريز يجي الاول. الار ان اي بوليمريز بيحط حبه بيزز مكمله للستاند اللي قصاده. صح؟ حبه البيز اسمه ايه؟ برايمر. فالار ان اي بوليمريز جه عند الحته ديت وحط حبه بيزز. خلي بالك ان الستاند ده ماشي 3 5. يبقى الحته اللي قصاده هتبقى مكمل كام؟ من 5 ل 3. فالار ان اي بوليمريز حط هنا حبه بيزز سميناها ايه؟ برايمر. حبه بيزز سميناها برايمر. مين هيكمل عليها؟ هيكمل عليها الدي ان اي بوليمريز. اللي هيكمل عليها الدي ان اي بوليمريز صح؟ يبقى هنا يا جماعه في برايمر هيقوم مكمل عليه الدي ان اي بوليمريز. اهو بص اهو الدي ان اي بوليمريز كمل. لا برافو يا شاطر. والدي ان اي بوليمريز بيبني في اتجاه من 5 ل 3 صح؟ اهو بيبني في اتجاه من 5 ل 3. وعشان يبني محتاج حاجه طوبه تتحط اسمها برايمر، حطها مين؟ الار ان اي بوليمريز. طب ممكن حد يقول لي الناحيه العكسيه يحصل فيها ايه؟ هنا الخمسه صح؟ هنا الخمسه مين هيحط البرايمر؟ هنا البرايمر هيحط الار ان اي بوليمريز. البرايمر هيحط الار ان اي بوليمريز. مين هيبني عليه؟ الدي ان اي. بيبني في اي اتجاه من خمسه لكام؟ لثلاثه. انتوا فاهمين يا جماعه؟ بيبني في اتجاه من 5 لكام؟ ل 3. شايفينها؟ انتوا مش فاهمين حاجه صح؟ لحظه عشان خاطر انت شفت المنظر؟ ما ممكن نقفل الباب بس لسه 12 وربع. 5 دقايق يا سلام، 5 دقايق. يا جماعة يبقى هنا احنا بنينا من 5 ل 3. طيب حد يعرف ايه اللي بيحصل بعديها؟ بيحصل الونجيشن ريبليكيشن فورك. يعني ايه ريبليكيشن فورك؟ يعني يجي الهيليكيز انزيم هنا ويقعد يكسر هيدروجين ايه؟ بوند. الهيليكيز انزيم يجي هنا ويكسر هيدروجين بوند فيحصل الونجيشن ريبليكيشن فورك. حد يعرف السن ده يحصل ايه؟ السن ده يا جماعة كده الريبليكيشن فورك يا جماعة اتكسرت اكتر. الهيدروجين بوند اتكسرت. عشان اوريك اكتر عشان انت مش شايف. بص انت كده شايف كويس. فالستراند ده يا جماعه هيكمل بنا عشان بيبني صح من 5 لكام؟ ل 3. يكمل بنا ويكمل بنا. فعشان بيكمل وما بيوقفش يسموه ليدنج ستراند. ليدنج الستراند ده اسمه ليدنج. بيبني صح في اتجاه من 5 لكام؟ ل 3. كل ما يكسر هيدروجين بوند قدامه يقوم مكمل. كل ما يكسر هيدروجين بوند قدامه حته توسع يقوم مكمل. طب الناحيه العكسيه هيحصل فيها ايه؟ الناحيه العكسيه يا جماعه متضايقه خالص. هي بقت من 5 ل 3 وقفت هنا وتفتح حته قصادها اهي تعمل فيها ايه؟ الحته اللي قصادها. برافو عليكي. يجي الار ان اي بوليمريز يقول له يا باشا يا كبير الحته وسعت يا كبير والنبي عشان خاطري ميلي برايمر هنا عشان خاطر الحته اسمها 5. يا باشا يا كبير الحته وسعت. فيجي الار ان اي بوليمريز يحط هنا برايمر. يجي الار ان اي بوليمريز يحط هنا برايمر. الار ان اي بوليمريز يحط هنا ايه؟ برايمر. الار ان اي بوليمريز يحط هنا يا جماعه برايمر.
عند الحته الخامسه الجديده وفيها النبوت اتكسرت. فالار ان اي بلومريز احط هنا برايمر. البرايمر ده يا جماعه مين هيبنى عليه؟ الدي ان اي بلومريز ما شاء الله بيبني من خمسه لكام؟ لثلاثه. وهو ماشي من خمسه لثلاثه يقابله البرايمر القديم يقول له لا والله انا ماسك فيك من ورا عيب. ده انت حجر الاساس اللي الريس حاطه. انا هقف قبليك. يعني هنا يا جماعه الدي ان اي بلومريز بنى على البرايمر بس للاسف ما مسكش البرايمر القديم، ما يعرفش يمسك فيه. ما يعرفش يمسك فيه. يسموا الفراجمنت دي يا جماعه الفراجمنت دي اوكاساكي فراجمنت. اوكاساكي فراجمنت. يسموها يا جماعه اوكاساكي فراجمنت. بيسموا هذه الفراجمنت اوكاساكي فراجمنت. لا دي فراجمنت اسمها اوكاساكي ودي اوكاساكي. طب انا اوريك احسن. بصوا معايا يا جماعه، بصوا معايا يا جماعه. الريبليكيشن فورك ويس هاد بالمنظر ده، بص ايه اللي هيحصل؟ الستراند ده هيكمل ويسموه ليدنج، ده قدم المسيره. ليدنج استراند. يسموه ليدنج استراند. وهل طب والناحيه دي؟ الناحيه دي يا جماعه للاسف هيجي الار ان اي بلومريز يرمي ايه؟ يرمي برايمر. الار ان اي بلومريز احط هنا ايه؟ برايمر. مين يبنى عليه؟ الدي ان اي. هل الدي ان اي بلومريز بعد ما يبنى على البرايمر ده يمسك في برايمر القديم؟ لا عيب، ده الريس اللي حاطه. يعني هنا الدي ان اي بلومريز بنى على البرايمر. وقف قبل البرايمر القديم. وقف قبل البرايمر القديم. كل فراجمنت من دي اسمها ايه؟ اوكاساكي فراجمنت. واضح يا جماعه ان السلند ده بيكمل عادي فسموه ليدنج، يتقدم المسيره. السلند ده كل شويه بيتاخر. حد يعرف بيتاخر ليه؟ لسه هيرمي برايمر جديد ويبنى عليه فسموه لاجنج. كل ما الحته توسع يرمي برايمر جديد فسموه لاجنج استراند بيتاخر. السؤال الفراجمنت دي اسمها اوكاساكي فراجمنت، بيربطها انزيم اسمه ايه؟ الدي ان اي لايجيز. بيربطها انزيم اسمه الدي ان اي لايجيز. هنا السؤال يا جماعه لحضراتكم بقى. في يا جماعه ثلاث احتمالات في البكتيريا، ثلاث احتمالات. اول احتمال في البكتيريا ان اللي بيحصل يمين ده يكمل لغايه ما يوصل شمال. فاهمين؟ اول احتمال اللي ماشي يمين ده يقعد الدنيا تفتح 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 لغايه ما يوصل شمال ويقابل التو سنت الناحيه دي. يعني from one end to the other end. ده احتمال from one end to the other end. الاحتمال الثاني يا جماعه اللي بيحصل يمين ده يقابل اللي بيحصل ايه؟ شمال. وده للكومن. اللي بيحصل يمين يقابل اللي بيحصل شمال وده الكومن. ويتقابلوا في المنطقه دي. في المنطقه دي يتقابلوا، اللي بيحصل يمين يحصل شمال برضه. فاهم ايه يحصل شمال؟ يعني في تو سنت دول هيتكونوا ويتقابلوا هنا في النص هنا. ويسموا المنطقه دي ترمينيشن سايت. تي ار يعني ايه؟ ترمينيشن. تي ار يعني ترمينيشن. امال او ار؟ اوريجن. يبقى يا جماعه احتمال الكومن اللي بيحصل يمين يحصل ايه؟ شمال. ويتقابل في المنطقه دي. المنطقه دي اسمها ايه؟ ترمينيشن. الاستند اسمه ايه الاول؟ ليدنج. وده اسمه ايه؟ والفراجمنت اسمها ايه؟ اللي بيربطها انزيم اسمه دي ان ايه؟ دي منطقه الاوريجن. اللي بيحصل يمين بيحصل شمال، لو اتقابل في المنطقه دي دي اسمها ترمينيشن. حد يشرح يا جماعه؟ طب احنا قلنا ثلاث صدور في الدي ان برو، انتوا فاكروا؟ فاكروا المره الجايه سيبت معاكم ورقه. هات معاكم يا جماعه ورقه المره الجايه. قلنا ثلاث صدور في الدي ان برو. انا وريش حاجه النهارده يا جماعه. الثلاث احتمالات ولا فين؟ الثلاث احتمالات ولا فين؟ لا هو احتمال